أهلا بكم من جديد. بأسى عميق وحزن بالغ تلقى رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون نبأ انتقال المغفور له بإذن الله تعالى وزير المالية الأسبق سيد عبد الكريم حرشاوي إلى الرفيق الأعلى. وعلى إثر هذا المصاب يتقدم وسيد رئيس الجمهورية بأصدق التعازي وعميق المواساة لعائلة الفقيد، داعيا العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح الجنان ويلهم ذويه جميل الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. أعلن رئيس المحكمة الدستورية عمر بالحاج اليوم عن القائمة النهائية لأسماء المترشحين للانتخابات الرئاسية المسبقة المقررة في 7 سبتمبر المقبل، ويتعلق الأمر بيوسف أوشيش عن حزب جبهة القوى الاشتراكية وعبد المجيد تبون مترشح حر وعبد العالي حسان شريف عن حركة مجتمع السلمة. بعد المداولة قررت المحكمة الدستورية ما يلي: أولا، قبول 4 طعون من حيث الشكل ورفضها من حيث الموضوع لعدم التأسيس، وعدم قبول طعن واحد شكلا لوروده خارج الأجل القانوني. ثانيا، قبول واعتماد القائمة النهائية للمترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية المقررة يوم 7 سبتمبر 2024، مرتبين حسب الحروف الهجائية لألقابهم طبقا لنص المادة 59 من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية، وذلك على النحو التالي: أولاً، أوشيش يوسف عن حزب جبهة القوى الاشتراكية. ثانياً، تبون عبد المجيد مترشح حر. ثالثاً، حسن شريف عبد العالي عن حركة مجتمع السلم. ثالثاً، ترسل قرارات المحكمة الدستورية إلى الأمين العام للحكومة لنشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. رابعاً، تبلغ قرارات رفض الطعون المتعلقة بالترشيحات لانتخاب رئيس الجمهورية إلى الطاعنين فوراً طبقاً لنص المادة 58 من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية. وفي الأخير، تعلم المحكمة الدستورية وسائل الإعلام بكل مكوناتها ومن خلالها الرأي العام عن نص إعلانها هذا أن جميع قراراتها ستنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية متضمنة كل التفاصيل المتعلقة بها. ممثلا لرئيس الجمهورية، يتوجه اليوم الوزير الأول نذير العرباوي إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط للمشاركة في مراسم تنصيب رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة السيد محمد الشيخ الغزواني، التي ستجري غدا الخميس الفاتح أوت 2024. نشط وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف ندوة صحفية تطرق خلالها إلى العديد من الملفات الهامة، حيث أكد عطاف أن الجزائر تدين بشدة عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشهيد إسماعيل هنية في طهران باعتبارها عملية شنيعة وغادرة أقدمت عليها قوات الاحتلال الصهيوني في انتهاك لأبسط القواعد الإنسانية والقانونية والسياسية والأخلاقية. عطاف أكد أن الجزائر تتقدم بأخلص التعازي والمواساة للشعب الفلسطيني الشقيق وهو يواجه هذه المحنة. إننا ندين وندين بشدة هذه العملية الإرهابية الغادرة والشنيعة
التي أقدمت عليها قوات الاحتلال الصهيوني وهي تتمادى في لا مبالاتها ولا اكتراثها بأبسط القواعد والضوابط الإنسانية والقانونية والسياسية والأخلاقية. إنها سياسة الأرض المحروقة التي جعل منها الكيان الصهيوني نهجاً وخطة واستراتيجية، قوامها التصعيد ثم التصعيد في كل الاتجاهات: غزة، الضفة الغربية، اليمن، لبنان، سوريا وإيران. إنها حقا سياسة الأرض المحروقة، وكأن المراد منها هو إدخال المنطقة برمتها في دوامة الحروب. المستفيد الوحيد منها المحتل الصهيوني، والخاسر فيها هو أمن واستقرار المنطقة والسلم الذي تصبو إليه. إن الجزائر تتقدم بأخلص التعازي والمواساة للشعب الفلسطيني الشقيق، وهو يواجه هذه المحنة التي يتقاسمها وإياه سائر الشعب الجزائري. كما أكد عطاف أن إقدام فرنسا على الاعتراف بالسيادة المغربية المزعومة كحل وحيد وأوحد في قضية الصحراء الغربية إقصاء لأي جهد للبحث عن حل بديل لقضية الصحراء الغربية وفقا للقرارات الدولية، وفي مقدمتها قرارات مجلس الأمن التي شاركت فرنسا في صياغتها وفي اعتمادها. عطاف أكد أن الرئيس الفرنسي أطلع رئيس الجمهورية بصفة مسبقة حول تغير الموقف الفرنسي من القضية الصحراوية، حيث أكد الرئيس الفرنسي في تعليلاته أن هذه الخطوة ليست بالجديدة ولا تأتي بالجديد، مبررا الخطوة بأنها تهدف إلى الإسهام في إحياء المسار السياسي لتسوية هذه القضية. عطاف أكد أن رد رئيس الجمهورية على تبريرات الرئيس الفرنسي صارم وحازم ودقيق للغاية، معتبرا الموقف الفرنسي الجديد ليس مجرد استنساخ للمواقف السابقة المعلن عنها. الخطوة الفرنسية التي وضعت نصب أهدافها تدشين صفحة جديدة في العلاقات الفرنسية المغربية لا تعد أن تكون صفقة. صفقة لا تصح لا قانونيا ولا سياسيا ولا أخلاقيا. صفقة يتم إبرامها بين طرفين على حساب طرف ثالث مغلوب على أمره، ألا وهو الشعب الصحراوي صاحب الحق وصاحب القضية، له دعمه ودرعه في الشرعية الدولية التي أقرت بمشروعية حقه وأنصفته خير إنصاف. وصفقة يتبادل فيها الأقوياء المنافع وهم يضحون غير آبهين وغير مكترثين بحق من لا قوة له إلا قوة القانون وقوة الشرعية. أما الملاحظة الرابعة والأخيرة فهي أن القرار الفرنسي، وبالرغم مما يصبو إليه من مآرب تخدم الواقع الاستعماري في الصحراء الغربية، فإنه يستحيل عليه أن يغير المعطيات القانونية الدولية لقضية الصحراء الغربية.
فالقضية الصحراوية تبقى في نظر القانون الدولي إلى حد الساعة قضية تصفية استعمار، والقضية الصحراوية تبقى مسجلة على جدول أعمال اللجنة الأممية لتصفية الاستعمار، والقضية الصحراوية تبقى مطروحة أمام مجلس الأمن، والقضية الصحراوية تبقى تحظى ببعثة أممية لتنظيم استفتاء في الإقليم، وبمبعوث شخصي للأمين العام للأمم المتحدة مهمته السعي لتحقيق حل سياسي يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. وفيما يتعلق بالملف المالي، أكد عطاف أن اتفاق الجزائر يبقى المرجع للحفاظ على السيادة والوحدة الترابية لمالي، وأن الجزائر لا يمكن أن تدير ظهرها للأشقاء في مالي. أن لا حل عسكري للصراع في مالي صراع بين الأشقاء، وأن الحل حل سياسي ولا يمكن أن يكون إلا حلا سياسيا. العنصر الثاني، قلنا أن اتفاقية الجزائر من منافعها ومن إيجابيتها أنها حافظت على السيادة المالية، وحافظت على الحرمة الترابية لمالي، وحافظت على الوحدة الوطنية في مالي، وأن الاستغناء عن هذه الاتفاقية سيضر بكل هذه المكتسبات. في سياق الجهود المتواصلة المبذولة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها، نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي خلال الفترة الممتدة من 25 إلى 30 جويلية الجاري العديد من العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني. في إطار مكافحة الإرهاب وإطار عملية بحث وتمشيط بعين الدفلة، قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي على 3 إرهابيين خطيرين كان بحوزتهم مسدسان رشاشان من نوع كلاشينكوف وخمسة مخازن وكمية من الذخيرة وأغراض أخرى. وفي السياق نفسه، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 3 عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني في إطار محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة للتصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا. أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية 49 تاجر مخدرات، وأحبطت محاولات إدخال 5 قناطير و13 كيلوغراما من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، فيما تم ضبط 208,939 قرصا مهلوسا. وبكل من تمن راست وبرج باجي مختار وإن صالح وإن جزام، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي 103 أشخاص وضبطت 50 مركبة و46 مولدا كهربائيا و31 مطرقة ضغط، بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة والمتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.
في حين تم توقيف 8 أشخاص آخرين وضبط مسدس رشاش من نوع كلاشينكوف وثلاث بنادق صيد و2688 لترا من الوقود، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني. من جهة أخرى، تمكن حرس السواحل من إحباط محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل الوطنية ل51 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 509 مهاجرين بطريقة غير شرعية من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطنية. وبهذا وصلنا مشاهدينا إلى ختام هذا العرض الإخباري. عودة الآن إلى زميل عبد الغني خربوش وما تبقى من فقرات ما أقول مع زميلة ليديا بالبحري وما تبقى من فقرات ما بعد المنتصف.